الغريق إذا وقع في غرق في لجة ماء ومعه حبل، ما له نجاة إلا بالله. ثم هذا الحبل، هذا الحبل إن أطلق هذا الحبل غرق في هذه اللجة، وإن تمسك به نجا. وهذا الحبل هو ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلفاؤه الراشدون، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد الأغراس خشية أن تنفلت منكم، من الحرص على التمسك. لأن الغريق إذا خشي من الغرق ومعه حبل فإنه يعض عليه بأسنانه، ما يكتفي بإمساكه بيديه بل يعض عليه بأسنانه حتى لا ينفلت منه، لأنه يعلم أنه إذا انفلت منه غرق. كذلك إذا لم تتبع ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاؤه الراشدون تغرق في هذه الفتنة، لأنه طريق النجاة، ما في نجاة غيره.